عند ربعة وليدات ما معياش الراجل كاريا ديال 17 عام بيت ب 12000 ريال فيه الماكلة فيه النعاس فيه الفراش فيه كل شيء ولا ما طلبش ما خلص الكرة كنت كنشقى في الديور عيت بالركابي عندي الهشاشة في الركاب اش غندير ما لقيت ما ندير الدري راه هرب ليا من المدرسة ما تلقى عم يقرا ليا قال لي ما كتعطيني ما كدير ليا ما قلت له ولدي انا كنخرج على الزنقة اش غنجي نجيب داك الف ريال ما قادنيش حق الله راه البيع قبيلة شي جرو ليا هاد الصباح ندور وحق الله انا عييت والله الله اللي كيحس بالواحد ورانا كاري دابا 17 عام قد الكرا قد نخرج للزنقة قد الزنقة قد الكرا راه من 2005 وانا كنخرج الله تعيت وحق الله الله تعيت والله من جات جات المشكل واللي يقولوا لنا في حالاتكم كيعطيني مولونا وعودوا معايا لا لا عودوا معايا عودوا معايا للبيت وشوفوا هذيك الحاله في الكناس ما ما عدتش حتى الزياده راه كناس كنا يوم الله كتلك ديك شويه الكرا كتلك ديك شويه الكرا 12 فيها كتحط 400 الكرا نهار ناكل ونهار ما ناكلش الله واش انا والله حتى نهار ناكل نهار ما كناكلش بصح ما كذبتيش شويه زيت العود من الخبز دري ولا يقول لك الدري ما كدير لنا والو معذبه عادت لي عادت لي والله اربعه والله اش كندير انا وحق الله العظيم كنطلب يعاونوني عطيني شي سكينه بقى كاع نخرج ناكل على الماء نشرب الماء وناكل الخبز وناكل ونبقى في ديك السكنه راه الكره اللي عيت فيه الكره 12 فعلا وقلبتني لا شفناش ونجيك 4000 5000 مع الجيران ديال الماء والضو كنخلص وحق الله وليدي ما كذبتش عليك انا كندوي لك من القلب ديالي غير ما كنكون اللي جاك حقك في الماء كتخلصي 4000 3000 5000 كل شهرين بحال دابا ما عندك دابا بحال ما عندك بحال ما عنديش انا درك انا ما ادري لك دابا هذا المشكل اللي هبط دابا هذا المرض شي يقول لك خرجي باغا نخرج يلا تخرجي انت من 11 وانا هربانه نجري هنا نمشي هنا نمشي لهي نمشي هنا تلقاو لي ثاني لهي قال لي راه جري نعطيك من شارع القدس شدوا الديوان ما عطاوني يلا معايا نوريك مساكنه مولوني ما نبقاش خرج الزنقه خرجوا لي على الكرا دابا 4 شهور ديال الكرا كتساني ولا كذبت عليهم يلا مشيو معايا عاد مالي الدار ونخلصوا بيدي نضعوا فاتي رزقت حيت الله هو اللي كيحس باش ما غيحش بك الموطاكسي انا قلت يومي ديالو هما هذيك البقيته فاش كنخرج من الدار وكنقول بسم الله توكلنا على الله صور كيدخل ليا كل يشرب داكشي اللي صوروا ما صورش ولا كيدخل مكمش كيقول السلام والسلام مع الوليدات ولكن داكشي اللي كيصور راه هو القوت اليومي ديالو ماشي عنده اوفرا ديال الشهر ماشي صالير كيتسنى داك الشهر وكيبقى اورغانيزي كيفاش غادي يبارطاجيه مع كونجو فهمتي هذاك النار ديالو اللي كيصور كيمشي كيخرج كيقول يا ربي السلامه ما تخرجش ليا بوطا ما يخرجش ليا شي وليدي مرض ليا ما تخرجش مادام انا واخا نمرض نخرج ماشي مشكل المهم القوت اليوم ديالي اللي خاصني نضارب معاه هذاك هو الاساس ما صورتش والو اين لي لو اني راجع نقضيو باش مكان ولا ما لقينا باش نقضيو مكان راه حنا الله سبحانه وتعالى راه كيشوف اليوم انا صورت 40 درهم عندي 50 درهم درتها مازوط بغيت باش نزعم عير نسير كيري شويه هو داكشي اليوم درت انايا دابا حمد درت المازوط درت اليوم المازوط وانا ما مصورش يعني 10 درهم انا خاسر من جيبي باش كملت المازوط غادي نمشي نتكمش للدار بحال سمعتي هذا هو المشكل الكبير اللي كاين هو انك كتجي باش تقلب على قرب ديال الوليدات حتى كان الدار راه مريحه ما تخدمهاش انت هو المعول الرئيسي ديال الاسره اللي عندك هما كيسموك الوليدات لا موطو الى اخره هادشي كله كنقولو مع الناس عندهم كلا الى ولكن انت عندك ماشي صالير عندك البولون والطريق والناس اخوتنا راه ما خدامينش راه ما كاينش طريق خاويه ما كتخدم تخرج كتبقى الدور كتبقى في حالاتك اش غنقول لك واش غادي نفسر لك ما كاينش شي تفسير اكثر من هادشي راه الله اعلم ما كاينش شكرا مع الله دواء حيد علينا وغادي تبغى الامور الى مجال هذا اللي كنتمناو مع الله سبحانه وتعالى ويا هذا المرض راه حنا عارفين هذا المرض خطير وعارفين هذا الوباء هذا بان تيضر الناس كاملين ولكن راه ما يمكنش نبقاو جالسين في ديورنا وحنا العيش ديالنا هو نهارنا
واش فهمتيني؟ ما يمكنش نبقى مريح، واش انا غادي نبقى مريح في الدار؟ اش غندخل وليداتي ما ياكلوا؟ ما يمكنش نبقى مريح في الدار، وانا اصلا تندير حارس ليلي، تنعس الليل، واش فهمتيني؟ النهار تنعيش نهاري بنهاري، ما يمكنش نبقى مريح في الدار خويا. انا ما خلعنيش مرض كورونا، راه اللي بغى الله هي اللي كاينه. انا خلعني هي من الوليدات، غندخل عندهم نقول لي راه فيا الجوع. والسلام عليكم.